بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد البابلي ودرس احترافي جديد من دروس احتراف الاستريتور. النهاردة آخر تصميم في الورشة الرمضانية إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. بعد كده هنبدأ في الدروس الاحترافية العادية. زي ما انتم شايفين احنا عاملين كارت تهنئة، كروت تهنئة بتنفع في الواتساب مثلا، على الفيسبوك، ان انت تنزل تهنئة برمضان او بالعيد باسمك بشكل ظريف، وبيكون من تصميمك طبعا، بتبقى حاجة مختلفة. هنتعلم دلوقتي ازاي احنا عملنا تصميم زي ده. اول حاجة طبعا احنا بنروح نفتح ملف جديد، حجم الكارت بتاع التهنئة غالبا، او يعني بيبقى زي البيزنس كارد اللي هو 3.5 انش في 2 انش، لكن انت علشان تكبر مساحة العمل عندك بيبقى بنفس النسبة والتناسب، بيديك برضو النتيجة النهائية لنفس حجم البيزنس كارد. ممكن تضرب في 2، او يعني تضاعف الحجم بنفس النسبة والتناسب. 3.5 في 2 طبعا 7 انش، و2 انش في 2 ب4 انش، يبقى 7 في 4 نفس المساحة تقريبا. وطبعا في التصميمات الرمضانية زي ما تعودنا كل الألوان بتبقى في إضاءة وألوان مختلفة، فبيبقى نظام الألوان RGB. تمام، بعمل Create، بيفتح لي مساحة العمل زي ما انتم شايفين. ده يعتبر كارت زي ما احنا شايفين كده. أول حاجة طبعا أنا ببدأ إن أنا أعمل الخلفية بتاعتي بالشكل ده، وأروح على Gradient أعمل لها Gradient دائري. تمام، احاول ان انا اخلي اللون ده مثلا لو RGB اخليه مثلا اسود، او الدرجه اللي بعد الاسود شويه اضغط على الشيفت وانا بسحب بحيث ان هي ما تبقاش اسود قوي. تمام، هنا هخليه برضو RGB واخليه باللون، يعني نفترض تفضل بس تفتح زي ما انت عايز لحد ما توصل للدرجة اللي انت عايزها. ممكن تعمله على ازرق، ممكن تعمله على بني زي ما انت عايز. نجيب اداة الجريدينت، طبعا احاول ان انا اظبط الاضاءة بتاعتي بحجم العمل. تمام، هاجي على الطبقات، اعمل لوك للطبقة بتاعت الخلفية وافتح طبقة جديدة. دلوقتي انا هحاول ان انا اعمل هنا الشكل بتاع رمضان وهنا الكتابة. تقدر ان انت تحط مثلا، الفكرة قائمة على ايه، ان انت يبقى في عندك اضاءة تحت بالشكل ده، تقدر ان انت تحط عليها اي حاجة زي ما انت عايز. يعني ممكن تحط هلال زي ما انا عامل كده، وممكن مثلا ما تخليش ما تحطش هلال، ممكن مثلا تحط مقرأة قرآن او اللي هو الحامل بتاع المصحف، مفيش مشكلة، هيبقى شكله برضو لذيذ. ممكن تحط فانوس رمضان برضو هيبقى شكله لذيذ. وان شاء الله انا هسيب لكم الحاجات ديت كلها في رابط اسفل الفيديو، علشان اللي حابب ان هو ينزل المصحف او المقرأة على التصميم بدل الهلال. لكن احنا في درسنا النهاردة هنتعلم ازاي نصمم الهلال ده. تمام، اول حاجة انا هبدأ بالزخارف بتاعته. في كذا شكل من الزخارف زي ما احنا اتعلمنا، بس خلينا نعمل شكل سريع. طبعا هحاول ان انا اكبر علشان يبقى الشكل بتاعي صغير، واشيل الفيل واخلي الستروك بلون فاتح شوية، نفترض اللون ده. ممكن كمان افتحه اكتر. كده بتهيألي كويس. باجي اختار النجمة واضغط على Alt وابدأ اسحب. لو النجمة عندك مثلا 5 رؤوس او كده، ممكن تختار 6 رؤوس. طبعا احنا حذرنا من ال6 رؤوس لان هي بتبقى شبه نجمة اسرائيل، لكن احنا هنحاول ان احنا نغير شكلها برضو بحيث ان هي ما تدنيش النتيجة دي. اخلي الستروك بتاعي 2، واجي في السنتر بأداة الروتيت اضغط على Alt وكليك بالماوس وأقسم 360 درجة على، طبعا عندنا عدد الرؤوس هنا 6، وبالتالي أنا عايز أعمل رؤوس كمان في النص يبقى 12، يبقى هقسم على 12
بحيث ان انا اعمل نسخة تديني الرؤوس في منتصف الرؤوس التانية. بدأ يبقى شكل اسلامي شوية، ممكن تيجي مثلا بأداة الشكل البيضاوي مثلا زي كده، ابدأ ان انا اسحب، وبأداة برضو الروتيت تول اجي في النص الشكل اللي تحت بالشكل ده، وأقسم 360 على مثلا 10، وأضغط كوبي، كنترول دي كنترول دي كنترول دي كنترول دي عشان يطلع معايا بالشكل ده. بعد كده بحاول إن أنا أرسم مثلا أي شكل بداية من هنا مثلا، تمام. واجي برضو من السنتر اضغط الت مع الماوس واقسم على 10 اللي هو 36 برضو، وكنترول دي كنترول دي كنترول دي بيديني مثلا يعني الشكل ده. هو طبعا شكل مش منتظم لكن هيبقى جوه الرسمة بتاعتي شكله ظريف. في اشكال تانية كتير ممكن ان انت تكتفي مثلا بالشكل اللي هو بدأناه خالص في الاول اللي هو السداسي ده، وبرضو تعمل له شوية حركات كده حواليه بحيث ان هو يديك زخارف. يعني ممكن نقسم 360 على 12، وبعد كده نعمل كوبي، وبعد كده نخلي الشكل expand ونضغط OK، وبعد كده نروح على باث فايندر ونعمل يونايت بحيث ان الشكل كله يبقى شكل واحد اقدر ان انا اغير فيه. هنا ممكن انا اقلل شوية وبرضو نفس اللي انا عملته مع الشكل ده ممكن اعمله مع الشكل ده، expand وبعدين يونايت، تمام. كده بقى عندي شكلين اختار فيهم اللي انا عايزه. انا عن نفسي ممكن اختار الشكل ده، تمام، اصغره. بعد ما اصغره هروح على سواتشز، وبعدين اخده في السواتشز واحطه هناك كده بحيث ان انا هستعمله دلوقتي تاني. هاجي اعمل صورة الهلال بتاعتي، افتح اداة الدايرة وبعدين اعمل دايرة. طبعا احنا تعودنا الدروس اللي فاتت ازاي نقدر نعمل هلال، باخد منها كوبي بالشكل ده، بحدد الاثنين وبعمل ماينس فرونت بحيث ان انا اعمل هلال بالشكل ده. ممكن اظبطه شوية زيادة بحيث ان الدايرة يعني السن ده يبقى لفوق شوية، نحدد الاثنين ماينس فرونت بقى شكله كويس. دلوقتي هبدأ ان انا اعمل له فيل بالشكل ده طبعا لان بقى عبارة عن باترن موجود عندي في السواتشز. هاجي احدد الفيل وبعد كده اختار الشكل بتاعي، بقى عندي الشكل ده. اعمل كنترول سي وبعدين كنترول اف يعني نسخة من الهلال علشان احددها بالستروك، او ممكن على طول من غير ما اعمل نسخة اعمل ستروك جديد مثلا باللون اللي انا عايزه وازود شوية اخليه مثلا 2، تمام. دلوقتي بقى عندي الهلال بتاعي والخلفية بتاعتي مظبوطين. طبعا انت ممكن تستعمل الشكل ده زي ما انت عايز. هاجي بعد كده اعمل الاضاءة. الاضاءة اللي تحت الهلال بسيطة جدا واحنا عملناها في درس قبل كده. هاجي بأداة الدايرة اعمل دايرة مع الضغط على الشيفت، طبعا اغير الفيل بتاعها اخليه سوليد عادي بأي لون، نفترض اللي هو الاسود. هو ما ينفعش بأي لون، لازم الاسود لان انا هعمل بعد كده الدايرة دي اعمل لها نظام الالوان بتاعها سكرين او لايتن، فبالتالي ما ينفعش معاها غير الاسود. وطبعا بدون ستروك خالص بقت عندي الدايرة بتاعتي بالشكل ده، تمام. هاجي
على أداة المش تول، مش هعمل لها جريدينت المرة دي، لأن أنا هصغر الشكل علشان يبقى تحت الهلال، فبالتالي الجريدينت ما بيتأثرش بالتصغير وبيبقى شكله مش كويس. فأنا هستخدم المش تول، أحط نقطة في نص الدايرة، وبعدين أحاول إن أنا أعمل جوانب رفيعة كده في الدايرة، بحيث لو عملت إضاءة الإضاءة ما توصلش لحد حواف الدايرة، واختار النقطة اللي في النص، وبعد كده اعمل لها الإضاءة بتاعتها. ممكن اختار اللون ده مثلا، بالشكل ده. طبعا هي دلوقتي حواليها اسود، علشان اشيل الاسود ده بروح على الترانسبيرنسي بانل، وبروح افتح المودز واختار لايتن. لاحظ معايا الاسود خلاص اتشال، واتبقى لي بس الاضاءة الداخلية. علشان ازود الاضاءة دي شوية بعمل كنترول سي وبعدين كنترول اف، واخلي الطبقة الجديدة مش لايتن، اخليها سكرين. لاحظ معايا ان الاضاءة زادت شوية هنا. دلوقتي دي تعتبر اللمبة اللي في النص، المفروض ان هي متفرع منها لمبات تانية. بجيب دايرة برضو، واحاول ان انا ابعد بشكل كفاية، واضغط على الالت مع الشيفت، اسحبها شوية تحت، صغرها شوية، طبعا اديها لون اسود، واضغط على الشيفت وارجع بالمؤشرات كلها تمام. واجي على اداة المش تول، بس المرة دي انا هخلي نقطة الاضاءة لفوق، واحاول برضو ان انا احجمها من الجنبين ومن تحت بالشكل ده تمام. اختار النقطتين اللي فوق دول وديهم نفس الإضاءة بتاع الشكل بتاعي فوق، بقى عندي الإضاءة بالشكل ده. أديها مود لايتن، بقت عندي الإضاءة بالشكل ده تمام. عايز أعمل لها دلوقتي نسخ، بحيث إن هي تكون حواليها. أجيب أداة الروتيت، طبعا أحدد الشكل كله تمام، بجيب أداة الروتيت، أقف في نص الدايرة اللي فوق وأضغط على الألت، وبعدين أقسم 360 درجة على عدد السبوتات اللي أنا عايزها. أنا عن نفسي عملت 10 وردات هنا، فبالتالي دي كظل مثلا الإضاءة هتبقى برضو 10 ظلال أو 10 لمبات، يبقى أنا هقسم على 10 وأعمل كوبي تمام. كنترول دي كنترول دي كنترول دي، بقى عندي بالشكل ده تمام. اجمع الشكل في جروب كنترول جي، وبعد كده اخد الشكل بتاعي تحت الهلال، واحاول ان انا طبعا اديله تأثير كأنه على الارض. اضغط على الالت وابدأ ان انا امطه بالشكل ده تمام. لو عايز تخلي الشكل بتاعك مضيء اكتر، ممكن تعمل كنترول سي وبعدين كنترول اف، وتروح على الابيرنس الترانسبيرنسي، تخليها كلر دودج. لاحظ معايا الاضاءه زادت معاك في الطبقه اللي فوق تمام. هاجي بعد كده اعمل النجوم او الاشكال اللي هي زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طبعا احنا اتعلمناها في الدرس اللي فات، موضوع سهل. بعمل Alt واسحب، بقى عندي دايرة بالشكل ده، بديها Gradient دائري، واخلي اللون اللي في النص RGB، وطبعا ممكن اختار اي لون زي ما انا عايز، ولازم يكون اللون اللي في الجنب ده RGB اسود، ما تخليهوش، ما تعتمدش على اللي هو الجري سكيل، لانه مش هيديك التأثير بتاعك. اجي من هنا من النص، اخلي الاسود يدخل على الفاتح شوية، وبعد كده اروح على التأثير ده اخليها لايتن تمام. اداني الشكل ده. طبعا زي ما احنا عملنا المرة اللي فاتت، هناخد منها نسخة ونغير اللون. انا ممكن احط لون زيادة هنا، يعني هاخد من ده نسخة
واخليه باللون اصفر شوية، تمام، واخد من دي نسخة اخلي اللون الاصفر لون ازرق، واخد منها نسخة اخلي اللون الازرق لون احمر مثلا. يبقى انا كده عندي كذا لون. لاحظوا معايا ان هنا الجريديانت بتاع الثلاث الوان دول في ابيض ولون تاني، لكن اللون ده لون واحد بس، ده لان انا هستعمل دي كدوائر كبيرة لكن دي كدوائر صغيرة. المرة اللي فاتت احنا حطيناها بشكل يدوي، وفي ناس سألتني ليه ما استعملتش السامبلز، وقلت ان انا ما بحبش استعمل السامبلز. خلينا نستعملها المرة دي. انا هضيف في الرموز مش الشكل ده، لو اللوحة مش مفتوحة عندك ممكن تروح على ويندو وبعدين على سامبلز او الرموز، هتلاقيها موجودة عندك هنا، هتفتح لك اللوحة دي، تقدر تسحب الاشكال بتاعتك، تضغط اوكي بالشكل ده، تمام. اروح على اللوحة بتاعتي واجيب السبراير واختار الرمز اللي انا عايزه، مثلا نفترض اللي هو باللون الاصفر، هبدأ ان انا احط شوية بالشكل ده، تمام. طبعا هي كبيرة جدا، واجي على اللون الازرق برضو احط شوية، واجي على اللون الاحمر احط شوية، واللون ده خلي للاخر. هتضغط كليك يمين هنا هتلاقي فيه سامبل سايزر من هنا، وتختار طبعا الشكل اللي انت عايز تتغير حجمه، وتبدأ ان انت لو انت ضغطت هيكبر لك، لو انت ضغطت على الالت هيصغر لك بالشكل ده. احنا هنبدأ نصغر مجموعة ونسيب مجموعة، تمام. لاحظ معايا ان اللون اللي انت مختاره هو بس اللي صغر، تمام. هاجي بقى اختار اللون ده واحاول ان انا احطه حوالين الهلال نفسه، واجيب برضو اداة التحكم في الحجم مع الالت اصغر، تمام. ممكن انت تضيف بقى زي ما انت عايز. خلينا نعمل فيو وبعدين تريم فيو علشان يديني الشكل النهائي. طيب دلوقتي عايز اضيف طبقة اضاءة شوية، ممكن بنفس الدايرة وبنفس الجريديانت اديها تأثير سكرين بالشكل ده، احط اضاءة في المكان اللي انا عايزه، وانسخها، تمام. ممكن كمان تعمل القمر نفسه او الهلال نفسه افكت جلو، بلاش بلور لانه هيبقى باهت، بس روح على ستايلايز واوتر جلو وبعدين اختار اللون اللي انت عايزه، نفترض مثلا ان هو لون من الالوان اللي احنا بنستعملها. انا خليتها 25% 3/10 انش. لو انت عايز تعمل بريفيو لاحظ الاضاءة زادت شوية عندك بالشكل ده، ممكن دلوقتي اقلل الدوائر بتاعتي شوية، تمام. طبعا عملت منها كذا نسخة دلوقتي علشان يديني اضاءة للهلال. اجي دلوقتي في مرحلة الكتابة. خلي بالك انت كمان ممكن الزخارف دي تعمل بها فيل للخلفية بتاعتك برضو، هيبقى شكلها ظريف. يعني
خلينا نعملها في الآخر. باجي دلوقتي أروح على الكتابة اللي أنا هكتبها. أنا عن نفسي رحت على النت وكتبت كل عام وأنتم بخير، وأعجبتني الكلمة دي وممكن أنزلها. تمام، اسحبها على الإلستريتور زي ما تعودنا، وبعد كده أعمل سكتشد أرت. تمام، شيل التريم فيو علشان أشوف، لأن في جزء تحت هنا أنا عايز أشيله. طبعا شكرا لموقع عرب فونتس، بس مضطرين نشيل طبعا الحقوق. باجي أعمل أنجروب أو إكسباند الأول، سوري. بعد ما أعمل إكسباند بعمل أنجروب، بعد كده أشيل الجزء اللي أنا مش عايزه. دلوقتي أقدر أرجعهم في جروب تاني وأتحكم في اللون زي ما أنا عايز. ممكن أخليه أبيض أو أخليه بأي لون أنا عايزه. تمام، ازاي نعمل تجويف بتاع الكتابة ده؟ الموضوع بسيط. باجي هنا على الكتابة، في طريقتين. في طريقة سهلة ان انت تعمل دايرة بالطريقة دي، تمام، وبعدين تختار لها الجريدينت العادي، وبعدين تخلي الابيض ده زيرو. تمام، بقت عندك دايرة بس نصها اسود. تيجي بالدايركت سيلكشن تول تختار النقطة من الدايرة وتعمل ديليت، بقت عندك نص دايرة. تقدر ان انت تحطها في كل حرف بالشكل اللي انت عايزه. طبعا الاول بتروح على مود وتخليها ملتبلاي. تمام، في ناس بتستعمل الموضوع ده بحيث ان هو ما ياخدش وقت، ويجي مثلا على الاماكن اللي انت عايز تعمل فيها تجويف تعمله بالشكل ده. او لو عايز تعكس الدايرة او تصغرها على قد مساحة معينة مفيش مشكلة. طبعا الموضوع بياخد وقت، انت ممكن تظبطه. واجي اختار الطبقة بتاعة الكتابة واروح على Object واعمل له Look Selection، وبعد كده اجيب اداة المسح او الممحاة وابدأ ان انا امسح الزيادات بتاعة الدوائر اللي انا مش عايزها. تمام، ده لو انت حابب تستعمل الطريقة دي. الطريقة اللي انا بستعملها طريقة تانية هنجربها في الاسم. خلينا نكتب مثلا الاسم بتاعك ايا كان. طبعا تقدر تكتب زي ما انت عايز الاسم اللي انت حابه. واجي على الكتابة، مثلا انا هكتب اسمي محمد الببلي. تمام، واكبر طبعا شوية. تمام، انا اخترت خط اسمه رقعة اللي هو ده عارف رقعة. تمام، هقول لك برضو ازاي تقدر تجيبه لو حبيت. خلينا بس نغير لون الكتابة. انا دخلت على النت كتبت خطوط عربيه، طبعا اداني عرب فونتس اشهر موقع للخطوط العربيه.
بعد كده فتحته ودخلت على الخطوط، اخترت خط الرقعة، وبعدين أول ما هتنزل هتلاقيه رابع أو خامس خط اللي هو عارف السميك أو عارف العادي، عارف رقعة وعارف رقعة بولد. تمام، أنا نزلته وحطيته في مجلد فونتس وقفلت البرنامج وفتحته وبقى عندي موجود. الميزة في الخط ده إن أنا بعد ما أكتب ممكن أضغط كليك يمين وبعدين أعمل create outlines، بيفصل لي كل خط كل حرف لوحده. يعني لو عملت ungroup لاحظ معايا الميم لوحدها، الدال لوحدها، الحاء لوحدها، الألف، اللام، زي ما احنا شايفين كده أقدر إن أنا أتحكم في كل حرف لوحده. دي برضو ميزة ممكن تنفعني بعد كده، لكن مش هستعملها الدرس ده. أنا كل أنا هستعمله بس لو عملت ungroup ان انا اختار الاسم التاني من اسمي اللي هو ده، واحاول ان انا اقربه شوية بالشكل ده. تمام، واجيب اداة البنسل تول اعمل بس خط كده، احاول طبعا ان هو يكون ستروك بس، واغير البروفايل بتاعه وازود السمك شوية بالشكل ده. تمام، واجي المرة دي اعمل التجويف بأداة، خليني اعمل له لوك كله اوبجكت وبعدين لوك سيلكشن، هجيب أداة البين تول. تمام، اتأكد ان انا شغال على الفيل جريدينت بنفس الجريدينت اللي انا كنت مديه، الابيض زيرو والاسود نتك على الشيفت ونسحب الخطوط ناحية الأسود عشان يبقى الأسود كامل. تمام، وطبعا بخلي الستروك بدون ستروك. تمام، واجي على انحناء زي كده، تمام، اضغط كنترول في اي مكان فاضي واجي احدد الشكل بتاعي. دلوقتي اقدر ان انا اتحكم في الجريدينت تقيل او خفيف، واجي في المكان الجديد بالشكل ده. بيبقى معانا الشكل النهائي للتصميم بتاعنا بالشكل ده. ممكن ان احنا نقلل الاضاءة برضو هنا، لو قللنا الاوبيسيتي نعمل فيو وبعدين تريم فيو، ولو عايزين نحفظ الشكل بحيث ان هو يبقى جي بي جي من غير ما يطلع لي اي حاجة بضغط على يوز ارتبورتس هنا، طبعا بختار جي بي جي use artboards كده بيحفظ لي الشكل ككارت بس بدون اي اشكال خارجية بره. ممكن علشان اجمل الشكل بتاعي اكتر مثلا اقلل الاوبيسيتي بتاعت الفرش او السبراير شوية كده بالطريقة دي، برضو اقلل الاضاءة اللي انا حطيتها على الهلال اكتر من كده بالشكل ده، واحط طبقة جديدة، خلينا ناخد دايرة من دول كوبي، بالشكل ده، وخليها سكرين زي ما هي مفيش مشكلة. أحاول إن أنا أزود الإضاءة بتاعتها شوية بالشكل ده. بقى عندي ده الشكل النهائي بتاع التصميم بتاعي. أتمنى يكون الدرس بتاع النهاردة عجبكم، لو حسيتوا إن هو مفيد شاركوه مع أصدقائكم، لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك
لو مش مشتركين معنا في القناة اشتركوا علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم، كان معاكم محمد البابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.